يا ملكة الثلج، لما كل هذه الضجة؟ لما لا تضايقين من هم مثلك؟ اسمي ليس ملكة الثلج، بل ستورمي ويذر. اسمعي، أنا أشعر اليوم بتفاؤل وهذا نادرا ما يحدث، فلما لا تتوقفي وننهي المشكلة؟ كنت أظن القطة تهبط على أقدامها. شكرا أيتها الدعسوقة، ولكنني أتولى الأمر. لا وقت لمزاحك الطفولي أيها القط الأسود، لكن عفوا، مع عواصف رعدية ربما الآن. لقد أثرت غضب القط للتو. ثلج أسود. القط الأسود سيلقنها الآن درسا. مهلا أيها القط، فكر أولا قبل القط. ألديك خطة؟ فقط قم باتباعي. ليس مجددا. عصير الليمون، أول مرة، ثاني مرة، تجمد. ليس عدلا، دائما ما تربحين. ماذا يحدث؟ ملك الأقزام تمزقت ملابسه من كثرة الأكل. تريدين سماع قصة؟ لقد أريتهم جميعا من هو الفائز الحقيقي من عصبيتي. لكن حان وقت إدمان دورك في اتفاقنا، وإليك خطتي. ربما لديها بعض مشاكل الغضب، أو لم تنجح باختبار القيادة. أهلا بالمشاهدين، آخر نشرات الجو لأول يوم بالصيف. يبدو أن الخطة قد تغيرت، للأسف قد انتهت العطلة الصيفية. فعلا، لكنني أحب زي السباحة. فلتكتفي بزي القطة على الأقل، فنحن نعرف مكانها الآن. استعدوا لأسوأ أجواء التاريخ، يحتاج للشمس عند وجود أمطار من البرد. هذه الفتاة تبدو مألوفة. إنها هي، لابد أن الأكوام قد أصابتها. في عالم ستورمي ويذر الشتاء سيخيم عليكم للأبد. إنه مسجل. كل الأمور تسير بشكل رائع. قريبا جدا ستكون الميراكلس لي وحدي. ملكة الثلج ستهرب منا. أتحتاجين للمساعدة؟ ليس لدي رؤية ليلية. لا داعي للذعر، ثقي بي. حينها رفع العملاق الأميرة بيده وقال لها: انظري إلى عيناي. ثم دست أصبعها في عينه، وبمجرد أن أكلت من البطاطا الملعونة سقطت الأميرة في نوم عميق جدا جدا. أسرعي أيتها الدعسوقة. حسنا، هذا يكفي، أعتقد أنه يكفي. أنا أقوم باتباعك الآن. يا أحمقان، وقعتما في فخي. قد حان الوقت، أحضري الميراكلس. ليس هناك مخرج، انتهى الأمر يا أحمقان. لقد بدأنا للتو يا ستورمي. تعويض. منشفة حمام؟ ماذا سأفعل بها؟ عظيم، سنسحق الآن ولكن سنكون جافين. فقط أمهلني لحظة. الآن. كيف سنستمر؟
أرجع هذه الأكومة، لقد فرأى ذراعي يؤلمني. أترى هذه اللفتة؟ انظر إليها. حسناً، القططية. أيتها الباردة، هذا كل ما لديك؟ وبعد هزيمة التنين باستخدام التايكواندو، أجل رائع، أقبل الأمير أميرته وعاش في سعادة أبدية. طبعا، حتى أنجب دستة من القرود مثلك وقادوهما للجنون. ماذا أفعل هنا؟ نجحنا. يوما ما سأحصل على الميراكلس منكم. لا يهمني كم من الأعداء سأسلطهم عليكم، لكنني سأنتصر. المصور إدريان بانتظارك. ألا تظنين أني تأخرت؟ هيا يا مارينيت، لقد أنقذت مانو والعالم كله أيضا، استمتعي مارينيت. أعرف ما هو سرك. أي سر هذا؟ الدعسوقة صديقتك المفضلة، كل منكما تعرف ما تفعله الأخرى. هل أحصل على مصاصة؟ هيا أرجوك أرجوك. لا يا مانون، لدي شيء مهم سأنجزه. آليا، هل تراقبينها؟ أنا جاهزة للتصوير. مهلا، من هذه الجميلة؟ رائع، مذهل، عظيم، إنها جميلة، مبهرة، عظيمة.